الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات عن دليل البريدات. أهلا بكم. النهاردة طبعا الموضوع بسيط جدا وسهل جدا لأي حد بيستخدمه، زي ما انت حضرتك قريت العنوان، برنامج لتصميم الشروحات، برنامج لتصوير الشاشة زي ما انت قريت العنوان بالظبط. الموضوع طبعا بسيط جدا، هو برنامج وخفيف على الجهاز، ملهوش اي مساحة تقيلة على الجهاز. طبعا اول حاجة لازم نتعلم منها، بتلاقي رابط تحميل البرامج كلها تلاقيها تحت ان شاء الله تحت الايه الفيديو. فهنا تحميل مكان تحميل البرنامج من الموقع الرسمي، بنضغط ناخد الرابط ندخل على المتصفح اللي احنا هنحمل منه اللي انت بتستخدمه، بنضيف الرابط هنا وبنعمل عملية اللاصق، نضغط على انتر من لوحة الايه المفاتيح وبننتظر ثواني. بيدخلنا على موقع عربي لاختصار الروابط، في معلنا اللي احنا بننتظر الا 5 ثواني، هنا بننتظر العد لحد 5 ثواني بالشكل ده، وبنضغط هنا للانتقال الى الرابط الاصلي. بنتأكد كمان، يعني لما نكون ضغطين يا جماعة نتأكد ان فيه نافذة جديدة انفتحت، طبعا نضغط مرة تانية نتأكد ان فيه نافذة جديدة انفتحت بالشكل اللي انتم شايفينه كده. طبعا بعد ما نتخطى الاعلان وال5 ثواني بتدخلنا على موقع الرسمي للايه لبرنامج فاس 60، لبرنامج لتصوير العمل تصوير الايه الشاشة بالشكل ده. فاحنا نضغط عندك هنا ايقونتين، الايقونة الاولانية بتحمل البرنامج تجريبي لمدة 30 يوم، اما الايقونة التانية بتشتري الايه البرنامج. طبعا هنا نحمله تجريبي، انا حمله تجريبي. بدخلنا على صفحة تانية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يا جماعة الموقع اصلا مش بالعربي، بس انا عندي طبعا البرنامج في الجوجل كروم معرب لي الايه المواقع. طيب بعد كده بنضغط على ايقونة الاولانية دي اكس اكس دي، فبنضغط عليها فبيتم التحميل. سواء عندك التحميل برنامج الداونلود للتحميل بيتحمل من برنامج الداونلود، لو ما عندكش برنامج الداونلود بيتحمل عن طريق الايه المتصفح زي ما انتم شايفين. طبعا انا مش عايز احمله، انا محمله قبل ايه كده. طيب طبعا البرنامج بيظهر لنا بالشكل ده بعد الايه التحميل، فاس 60 ده بالتحميل، فاحنا بنضغط عليه دبل كليك وبنبدا نسطب. مش هيستغرق معانا ثواني معدوده جدا ويبدا يسطب معانا الايه البرنامج. اصبح فينش اهو. طبعا دي ايقونة الايه البرنامج اللي ظهرت على سطح المكتب، فاحنا بنضغط عليها دبل كليك، بنضغط عليها يعني بنبدأ نفتح الايه البرنامج. طبعا هنا بقول لك ايه يرجى تسجيل البرنامج خلال 30 يوم فيما بعد يعني، وهنا 30 يوم. طبعا تم استخدام البرنامج 30 يوم وما الباقي من الزمن 30 يوم. طيب هنا بقول لك شراء البرنامج ب19.95، حتى لو دخلنا على الموقع برضك لو رجعنا هنا شوية بيتلاقي بيقول لك هنا شراء البرنامج ب19.95 دولار، 19.95 دولار، وبعد 30 يوم ما بتقدرش اللي انت تشغله تاني، حتى لو مسحته وسطبته تاني برضك نفس المشكلة هتواجهك هنا. وهنا طبعا بيقول لك ادخل السريال، يعني ادخل سريال الايه المنتج بتدخله. طبعا احنا مش عايزين سيريال هنا، تجربة. فبنبدأ بتجربة الايه البرنامج، هنا تجربة البرنامج زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا الايقونات بتاعته ظاهرة هنا. طبعا انا مش هشرح البرنامج دلوقتي الا بعد التفعيل بتاعه. طيب هو دلوقتي ب30 يوم، وانا هنديهولك دلوقتي ببلاش خالص. اول حاجة فبنضغط نتأكد ان البرنامج ده ايه مكفول، ان البرنامج ده مكفول، وبنضغط على كليك يمين ومن هنا طبعا عشان نقدر ايه نفعل. طيب هنحمل الكراك الاول، نبدا نحمل الكراك من الرابط ده هتلاقيه تحت الفيديو، فبنروح طبعا نضيفه في لسان جديد اهو، وطبعا بيوصلنا الموقع بردك عربي لاختصار الايه الروابط زي ما انتم شايفين كده. اللي علينا بنضغط هنا للانتقال للرابط الاصلي، بيوصلنا الى موقع مركز الايه الخليج بالشكل ده، فبنضغط هنا للايه للتنزيل، بينزل معانا البرنامج بسرعه على طول. بينزلنا كم لف ايه مضغوط، بينزل لنا كم لف ايه مضغوط بالشكل ده. فاحنا بنفك الضغط، نبدا نفك الضغط عن البرنامج، فبيبدا البرنامج بيظهر بالشكل ده. ها
هو طبعا بالشكل ده، دي ايقونة الايه التفعيل. فبنجيب البرنامج كده ونتأكد ان هو مقفول في كل ايه المناطق، طبعا هنا اهي، فبنضغط على الاختيار الاول فبتفتح لنا ايقونة الايه البرنامج. فبنبدأ التفعيل طبعا اللي احنا نزلناه، وبنضغط هنا وبنعمل عملية الايه اليس، وساعتها بيجيلك شي يس، وبنغلق الايه كل حاجة احنا فاتحين، وبنبدأ نفتح البرنامج بيفتح معانا اوتوماتيكلي. ننتقل دلوقتي معاكم بقى ايه لطريقة تفعيل البرنامج، لطريقة تشغيل الايه البرنامج. فطبعا عشان البرنامج ليه طريقتين اتنين احنا بنستخدمه، بنستخدمه في التقاط صور، يعني مثلا ممكن نلتقط صورة عندي مشكلة ما عايز اصورها لاي حد يكون بيشرح على النت ونبعتها ليه لعرض مشاكله. كمان حاجة ممكن نسجل منه فيديو حركات الشاشة. طيب اول حاجة بنستخدم الايقونة 1 2 3 4، الايقونات دول كلها مستخدمة لحد هنا، مستخدمة في التقاط الصور باشكال ايه مختلف. طب تعالوا نستخدم الايقونة الاولانية، طبعا التقاط سطح المكتب زي ما انتم شايفين كده، او طبعا سطح المكتب بحال. طيب الطريقة التانية دي طبعا بتاعت تكبير وتصغير الشاشة اهي بالشكل ده زي ما اهو. تاني مرة مثلا اكبر البرنامج هنا اهو بالشكل ده، طبعا زي ما هو انتوا شايفين كده مكبر لي الشاشة وكده، اول ما بنضغط بتصغر مرة تانية. طيب هنا بقى الايقونة اللي احنا المهم جدا طبعا على علامة الفيديو دي، على علامة الايه الفيديو دي بالشكل ده عشان نبدأ نصور، فبنضغط عليها بيظهر لنا بالشكل طبعا البرنامج، بنسيبه كنفس الصيغ بتاعته ديت تمام كلها زي بعضها، فبنضغط على عملية الايه التسجيل دي، فبنسجل كده. طبعا بيقول لك هنا حدد مكان الايه الشاشة اللي انت هتصور فيه، فانت مثلا هتصور الشاشة بحالها اهي، طبعا بتضغط مع الشد لتحدد الشاشة بحالها اهي كده، انت حددت الايه الشاشة. فبتظهر لك رسالة تانية بتقول لك هل تبدأ التسجيل يعني، وهنا طبعا بيقول لك في حالة التوقف كنترول مع F11، فانت بتقول له ستارت وخلي بالك من بعد كلمة ستارت يعني كل الكلام. او طبعا كده البرنامج بيسجل معانا تحت زي ما انت شايفين عامل الوان، مادام الالوان دي شغالة يبقى البرنامج بيسجل ايه معانا على طول. طب تعالى مثلا نخش على حاجات نشوفه طبعا بيصور، هل هو بيصور الحركات ولا لا. طبعا انا دخلت على كذا موقع زي ما انت شايفين اهو، وابدأ طبعا اسجل في الايه في البرنامج، يعني اتكه كنترول و F11، كنترول و F11 بتظهر لي ايقونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا دي الايقونة دي بتوقف الشرح، مثلا انت بداخل موقع بس النت عندك بطيء فانت بتوقف الشرح. هنا اول واحدة بتقول هل بتريد استكمال التسجيل ولا لا، ولا انت عايز تسيف التسجيل. طبعا انا هسيف الايه التسجيل وابدأ اسمعه مع حضراتكم مرة تانية. قول تسيفه فين، انا هسيفه مثلا على الديسك، على الديسك ونقول له سيف. طبعا سيف لي بيسيف بسرعه جدا غير البرامج العاديه، وبيبدا يشغل البرنامج. البرنامج بيسجل معانا تحت زي ما انت شايفين، زي ما انتوا سامعين طبعا. طبعا انا هشغل الفيديو مع حضراتكم ونسمع برضك من شرح البرنامج تاني. عامل الوان، ما دام الالوان دي شغاله يبقى البرنامج بيسجل ايه معانا على طول. طب تعالى مثلا نخش على حاجات نشوفه طبعا بيصور، هل هو بيصور الحركات ولا لا. طبعا انا دخلت على كذا موقع زي ما انت شايفين اهو، وابدا طبعا اسجل في الايه في البرنامج، يعني اتكه كنترول و اف زي ما انتم شايفين طبعا تبقى يسجل الصوت بتاعي صوت وصوره وكده. طيب وبكده طبعا بينتهي الشرح مع حضراتكم، اتمنى يكون الشرح ده عجبكم، واتمنى ان انا اكون وصلت المعلومه لضعيف الكمبيوتر للي ملوش اصلا في الكمبيوتر. طبعا ده شرح البرنامج، الشرح كامل مش هيكون معانا في الجزئين، وتابعوني ان شاء الله على صفحات الفيسبوك ورابط المدونة هتلاقوا مزيد من الشروحات ومزيد. طبعا انا بحاجة، طبعا انا بنشئ طبعا منتدى دلوقتي، وانا بحاجة الى اعضاء داخل منتدى عند ليه في البريات، هتلاقي كل رابط التحميل ورابط الاجتماعية كلها ان شاء الله تحت الفيديو. اتمنى ان اكون افدت منكم الكثير، والى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عند ليه في البريات.